عودة مرة أخرى للنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. وإلى الشأن الخارجي، فلقد انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار واشنطن حول القدس، مشيرا إلى أنه يزيد الوضع في المنطقة تعقيدا ويعرقل التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي. وأبلغ بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالاستعدادات لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول لمناقشة الوضع. من جهته وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال قرار ترامب بالأحمق والغاشم، مؤكدا أنه سيكون بداية النهاية للدولة العبرية. مهندس مروان، كيف تقرأ جولة بوتين الأخيرة وأيضا حديثه عن قرار ترامب؟ جولة بوتين الأخيرة هو يحاول الاستفادة من كل المساحات التي تركتها الولايات المتحدة في المنطقة بعد قرار ترامب، سواء المساحات العاطفية لدى الشعب العربي أو المساحات السياسية أو حتى المساحات العسكرية، من خلال دخوله في مفاوضات مباشرة متعددة مع تركيا اللي كانت تميل حتى للولايات المتحدة الأمريكية. شيء طبيعي إن دولة زي روسيا بتحاول استعادة نفوذها، استعادة قدراتها، استعادة سيطرتها، تجد فرصة لنمو هذا النفوذ في المنطقة وتسيبها. فبوتين بيشتغل بشكل جيد جدا على المنطقة، بدأ من خلال تحركاته السياسية الخارجية يعمل إعادة أو قولي عملية اتزان ولو مؤقتة مع القوى الأمريكية اللي كانت مهيمنة في السنوات الأخيرة بشكل كبير على العالم كله. بدأ يستفيد بعلاقاته مع عندنا، نتكلم على مصر، نتكلم دلوقتي بوتين في سوريا بيعمل إيه، بوتين مع تركيا وإيران ولقائه معهم. لا، روسيا سياستها الخارجية أصبحت قوية وأصبحت بتكتسب نفوذ، وخلينا نقول إن العالم ذو قطبين أرحم كثير من العالم ذو القطب الواحد. على الأقل لو ظلمك أحد هناك باب للخروج. ولكن شيء أنا أرى إن بوتين قاعد يحقق مكاسب طول ما هو ماشي في هذه الجولات، طول ما هو ماشي، ودينا شفنا ما تم في مصر من تعاقدات ومناطق صناعية وتبادل أسلحة. فروسيا بتكتسب نفوذ وأمريكا بتنحسر نفوذها مع الوقت، مش بسبب قرار ترامب فقط، لكن بسبب فكرة الفوضى في المنطقة اللي عملها قبله الإدارة السابقة الأمريكية.